بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم عن حاجة اسمها الأوبجكت ديكليريشن أو السنجلتون. سنجلتون ده مفهوم من مفاهيم الأوبجكت أورينتد بروجرامينج أو الأوبجكت أورينتد باتر، اللي فيه فكرته كلها إن الكلاس بنقدر نعمل منه انستنس واحدة أو أوبجكت واحد، ما بعرفش أعمل منه يعني هو معمول عشان لانستنس واحدة خلاص. طبعا مش كويس قوي في حتة لما يكون لارج سوفت وير وبتاع، لكن هو بعض الاحيان بنستخدمه. بنعرف بس كلمة اوبجكت ده كلمة كلاس، ونعرفه اكنه كلاس عادي جدا، ونكتب كل حاجة زي الكلاس عادي، ونحطه بروبرتيز وميثودز والكلام ده كله، مفيش عندنا مشكلة. بس مفيش فيه كونستراكتور طبعا، لان هو يبقى واحد بس في الاول وفي الاخر، فهو بيستخدم بالشكل ده. يعني حبينا نبص كده على اكزامبل على السريع. هنعمل اكزامبل للسنجلتون كمفهوم. هعرف باكج كده عشان بس المسميات ما تتشابهش. سميته مثلا ايه؟ حطه طبعا الاوبجكتس. تمام. وهعرف اوبجكت، مش هعرف كلمه كلاس، هسيب كلمه كلاس واحط كلمه اوبجكت بس. وسميته مثلا كاونتر. خلاص ادي الكاونتر بتاعي. هعرف جواه برايفت فار اي مثلا، والاي دي انت، وحاطط جواها زيرو. وعملت فانكشن تانية هسميها مثلا انكريز، يعني بتزود، وبتاخد رقم انت، بتاخد قيمة انت. لا احنا كده عملنا حاجة مش مظبوطة، ما ادناش المسمى. عملت بس قفل كوس، وقلت له بتريتيرن انت. الانكريز دي كلها تعمله ايه؟ هي الاي بتريتيرن ان احنا عايزين نزود الاي ونرجعها، يعني نعمل بلس بلس اي. فالاي تشوف بكام وتزود عليها واحد. انا فكرة بس عايز اثبت لك يعني ايه سنجلتون، يعني ايه كلهم بيشتركوا في نفس الكلاس، مش كل واحد بيعمل اوبجكت لوحده وكل واحد يبقى قيم البروبرتيز بتاعته مختلفه. لا، كلهم بيتسمعوا في نفس الاوبجكت بالظبط، اكنهم كل الفاريبلز اللي جوه كل فانكشنز كلها بتسمع في بعضها مهما نقلتها من كذا اوبجكت مختلف. فانا عرفت var result نوع انت، والريزلت ده بيساوي، قلت له كاونتر انكريز. طبعا بنادي عليها كانه كده اكنه شيرد على طول مباشره. وعملت برنت، هطبع قيمه الريزلت ديت، هطبع الفاريبل اسمه الريزلت. مفترض يجيب لي كام؟ يجيب لي واحد. مفترض يجيب لي واحد. طب لو نادي تاني على كاونتر دوت انكريز، هل يا ترى هيبدا بصفر من تاني ويزود واحد؟ هي دي الحته اللي عايز اثبتها لك. بس انا عملت لك مرتين عشان اقول لك لا ده هيكمل، لان زي ما تقول كل عملت نادي على كاونتر دوت كاونتر دوت كاونتر، اقول لك كلهم بيسمعوا. تلاحظ ان الريزلت طلع بواحد، الريزلت طلع باثنين، بيكمل، ما هواش منفصل، مش كل اوبجكت منفصل عن التاني، لا كلهم اوبجكت واحد، ومهما تنادي عليه من اي حته مختلفه بيكمل على نفس البروبرتيز ونفس قيم الفانكشنز اللي موجوده عنده.